ان شاء الله نكون قدمت روحي بالقدا وان شاء الله وصلت المعلومه. بون ايش راكم تقولوا على انا معلومه نحكي ابخي تو؟ انا ما تكلمتش، ما حركتش فمي، ما خرجتش صوت، اما انا تكلمت. تكلمت بلغه مختلفه، معظم الناس ممكن ما يعتبروهاش لغه، ما يعرفوهاش اللي هي لغه. اللغه هذه يحكيوا بها اكثر من 60,000 تونسي في تونس. اللغه هذه ما تعتمدش على الصوت، خطرة تعتمد على الجسد وتعتمد على اليدين على الحركات. اللغه هذه لازمنا نعترفوا بها. اذاك علاش انا باش نعاود نقدم روحي مره اخرى. انا اسمي منال برقاوي، استاذ انجليزيه واول استاذ انجليزيه تقري الاصم بلغه الاشارات التونسيه في تونس والمغرب العربي. راهي برشا أسئلة تواجهت المخكم. صحيح برشا ناس يسألوني يخي لغة الإشارات مختلفة ما بين تونس وأمريكا مثلا، يخي عندك شكون في العائلة سوغ، يخي عندك شكون في حياتك سوغ، يخي علاش تقلق في روحك ماك تقري في الانجلي اللي زونتوندون أبخي تو هما مينوريتي وحتى حد ما ولاي بيهم، حتى حد ما معتبرهم معانا. اي صحيح هما مينوريتي وحتى حد ما ولاه بيهم، هذاك علاش انا تلفت لهم. انا كي كان عمري 8 سنين كان يقرا معايا طفل اسمه خليل، كان سوغ وكان ديما يقعد في الطاوله الاخرانيه وحده، حتى حد ما يقعد بحذاه في اخر طاوله وما يحكي مع حتى حد. علاش؟ على خاطر حتى حد ما يعرف لغته. كان كي البروف يبدا يفسر الدرس كان ديما يعمل هك غيان كو باش ما يحشمش روحه، أبخي تو هو مش قاعد يسمع فيه وما هوش يفهم فيه. هذه الحاجة أثرت فيا نفسانيا وقلت زعم علاش؟ زعم المشكل مني ولا منه؟ وين المشكل بالضبط؟ بعد بمدة كنا في الروضة في المكتب في الركري مثلا، كل واحد يمشي يلعب غميضة، يلعب الشدة، اللي ياكل قوتي مع أمه، أما هو الوحيد يقعد وحده في القسم ما يحكي مع حتى حد. الحاجة الوحيدة اللي يعملها أنه هو يبكي وإلا يصيح باش يعبر على اللي في داخله. بعد دخلت للكوليج، دخلت للليسي، دخلت للفاكولتي، مالوغوزمون ما لقيت حتى حد يقرا معايا سوغ. زدت تسألت علاش يا أخي ما يقراوش؟ ما عندهمش الحق باش يقراو معانا؟ علاش المشكل وين؟ مشكلة تواصل؟ مشكلة لغة؟ المشكل منين؟ لحسن الحظ في الماستر نتاعي انا عامله انجلي، في الماستر قرينا على نحب برشا سايكولينغويستكس وقرينا على ساين لانجويج اكوزيشن، كيفاش لونفون سوغ يتعلم لغه الاشارات. قلت يا اتس ناو اور نيفر، لازمني نمشي نتعلم لغه الاشارات. لوجت لقيت اون اسوسياسيون افي اس تي، اسوسياسيون فوا دو سوغ دو تونيزي. دخلت انا وصاحبتي اول نهار نقصت ما سمعت حتى حس، اما فلاش ضرب ما فهمت شيء، حلوا لي الباب. دخلت يغزروا لي نغزر لهم، ما نجمش نقول شنو نحب وما نجموش يسالوني على شنو جيت. بون الحمد لله فما سكرتير عارفوني اللي انا اونتوندونت. دخلت بيان سور سالتني الاسئله اللي سالتهم الاول، على جيت عندك شكون؟ بون انا ما عندي حتى حد في العائله سوغ وما عندي حتى حد في حياتي سوغ. وصحيح لغة الإشارات في تونس مختلفة على لغة الإشارات في أمريكا وفي الجزائر وفي العالم الكل، كيما احنا نحكي بالتونسي نحكي بالعربية، فما الفرنسي وفما الانجلي. دونك قلت لهم راني نحب نتعلم لغة الإشارات. بون دخلت اكتشفت عالم آخر، تعلمت منهم برشا حاجات، تعلمت الصبر، تعلمت قوة الإرادة، تعلمت العزيمة، وتعلمت التفاؤل. أما زيدا شفت برشا حاجات وبرشا كوارث وبرشا مشاكل قاعدين يعانيوا فيها في تونس في التعليم في المجتمع وفي الصحة. أبخي تو باش تقول لي شنو خليت هذوكم هما أساسيات الحياة نو؟ في التعليم فما برشا مشاكل وكنت ديما نسألهم كيفاش عاملين؟ كيفاش تقراو؟ شنو هو المشاكل؟ نتفكر كان يقرا معنا واحد سوغ اسمه عماد،
وقتها عاونته في الانجلي خاطر عنده اكزاما. بعد الاكزاما سالته قلت له ها عماد سافا الاكزاما؟ قال لي اي سافا. قلت له مالا البروف عمل لك اكزاما وحدك؟ قال لي لا. قلت له مالا عديت ليسنينغ؟ قال لي لا. قلت له مالا كيفاش عديت؟ قال لي البروف قال له خليها كيكا وتو نعطيك انا بلوس. ممكن الحاجة هذه باش تفرح اتيديون واحد آخر ولا ستودنت آخر، أما هي حسيته بالنقص، حسيته اللي هو ماهوش كيما غيره، اللي هو ما ينجمش يكمل، ما ينجمش يخدم الامتحان كيما غيره. الحاجة هذه ممكن يهانة اللي هو وما احترمش الإعاقة متاعه، مي بون، it happens. هذاك اللي خلاني نزيد ندافع أكثر، قلت لا، لازم نعمل حاجة. كي نجيو نشوفوا نسبة الأمية عند لي سوغ نلقاوها أكثر من 95%. مالوغوزمون. المشكل علاش؟ حسب رأيكم. مشكلة لغة، مشكلة سيستيم. بون. قلت أنا تو I'll be the change maker. 2015 خذيت الماستر متاعي وتخصصت في لغة الإشارة. مالغري أنا عاملة أنجلي، أما عملت American Sign Language على خاطر ما عندناش كتب يحكيوا على لغة الإشارة. بعد ما خذيت الماستر قلت اوكي انا ما كانش عندي فلوس باش نجم نعاون، اما عندي اللي ناقصهم اللي هو التعليم. قلت باش نعمل حاجه. 2015 مشيت للاسوسياسيون قلت لهم باش نقريكم انجلي بلونغ دي سين تونيزيان. ما تصوروش الفرح في عينيهم، اول مره في حياتهم باش يقراو انجلي بلونغ دي سين تونيزيان. اللسن هذيك ما ننساهاش. دخلت كلهم حاضرين كرارس ستيلوات متحمسين متشوقين. سي كوا شنو انجلي؟ كيفاش كيفاش نقولوا هالو؟ كيفاش نقولوا جود باي؟ كيفاش يعني سي دي كيستيون اي تاك 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 ونجيو. مي بون قعدت نقري عامين من قلبي او ما عندي حتى ماتيريال في داي، حتى شيء، ما فما حتى كتاب بور سور. قلت لا لازم نعمل حاجه. 2017 شاركت في بروغرام ديشانج، مشيت بيه لليونايتد ستيتس واشنطن دي سي وشفت التجربة في أمريكا كيفاش يقريب لسوق، ومشيت بالإيدي أني أنا نعمل كتاب بور سوق. الكتاب هذايا هو اسمه Let's Hand Speak English، عملته أول مرة في تونس كتاب مانويل للسوق بلغة الإشارات التونسية. هذايا التصويرة أول مرة قريتهم عام 2015، وهذايا الكتاب Let's Hand Speak English. جاو كالعادة حاضرين، قريتهم في أميديست كيما تراو. الفرحة اللي في عينيهم ما ريتهاش حتى مرة. أول مرة كتاب فوق لي سوغ. مي ما وقفتش خاطر فما برشا ناس ما نجموش يجيو يحضروا خاطر بعاد، خاطر كان في أميديست. دونك مشيت عملت اون ابليكاسيون، ابليكاسيون موبيل اسمها Let's. سيتي ان 2018 مازال دوب ما خرجت. Learning English through Signs. Let's for free تلقاوها على اندرويد، تلقى فيها دي كور اول مره اون لونغ دي سين تونيزيان، دي فيديو، وتلقى كويز في الاخر. دونك باش نتستي انا فيه الكتاب، عملت كتاب بور لابليكاسيون و دي فيديو و كويز. مي ومازلت باش نزيد نعمل. مي المشاكل ما كانتش كان في التعليم، مشاكل قلت لكم زاده في السوسيتي. نتفكر كلنا نتفكروا عام 2011 الثوره، وفما ليالي ما كانش كيما ليالي الاخرين، ليالي اللي كي تمشي فيهم ما تلقى حتى حد يمشي معاك. اما المعلومه تنجم ما توصلش برشا عباد. للي سوغ ما كانوش يعرفوا. دونك عندي انا مي كان يمشي في الشارع ما في بالوش اللي فما كوفر فو، ما وصلتلوش المعلومه. يمشي ما فما حتى حد، كمل وما فما حتى حد. فما بوليس قالوا ستوب ما سمعوش ماهوش انتوندون.
كامل يمشي. كي نجي نشوفوا قانونيا نلقاو اللي هو ما احترمش الكوفوفو وما احترمش البوليس، اما هو ما عنده حتى ذنب، ما في بالوش. احنا كنا نعرفوا اللي الاخبار تترجم مره بركه ساعه بلغة الاشارات وفي قناه واحده، والكلنا نعرفوها. كي نجي نشوفوا هكا نحكي لكم في هذا كل علاش، خاطر المشكله مشكله لغه بالاساس. ما يزيد المشاكل ما كانتش كان في المجتمع، الحمد لله هو ما ماتش، ما تيراش عليه على خاطر جابش يتير عليه. هو صح كي صح وقتها فهم اللي الاخر سوخ واللي فما حاجه، دونك وقتها باش الحمد لله بالحق ثانك جاد اللي هو ما ماتش. ما زاد قلت لكم اللي هي فما مشاكل في الصحه. الصحه ما نصورش انا اي ام كيف تسمع ولدها يبكي وما نجمتش تفهمه على خاطر ما نجمش يحكي، فما بالك في عمر كبير وما ينجمش يفسر لامه علاش هو يبكي. واصلا كي باش يمشي للطبيب الطبيب ماهوش باش يفهمه على خاطر ما فماش ديزانتربريت باش ينجموا يترجموا الحكايه هذه. نتفكر فما برشا مشاو ضحيه بالحكايه هذه وعطاو دي زوردونونس غلطين غيانكو على خاطر الطبيب ما فهمش الباسيون والباسيون ما عرفش يوصل المرض منين. المشكله مشكله لغه مره اخرى. نجي نشوفو نلقاو برشا مشاكل قاعدين يعني فيها اللي سوخ، والحل عندنا احنا، احنا نجمو نتعلمو اللغه هذه. انا اليوم فرحانه برشا اللي انا واقفه في تيدكس ونحكي في الحكايه هذه على خاطر احنا الاسوسياسيون فوا دو سوغ عملنا ان اوبيتال فرع في جبل الاحمر. هكاك السوخ ينجم يمشي يعمل كونسلتاسيون بيلوت ان لانغ دي سين تونيزيان وفور فري، ينجم سوغ يمشي. اما خساره مازالت كان في جبل الاحمر ونحبوا نعموها في تونس الكل. تيدكس 23 سبتمبر حلمة وتحققت الحمد لله، سورتو لو 23 سبتمبر على خاطر اليو ان دوب ما عملت the international day of sign language. اليوم العالم الكل لو 23 سبتمبر يحتفل بلغة الإشارات في العالم لأول مرة في العالم. أنا نظمت ليفينمون اللي هو في تونس توا قاعد يحضر وأنا لهنا باش نزيد نحكي ونعرف بلغة الإشارة على خاطر اللغة هذه تنجم تمنع حياة برشا عباد إذا كان جست احنا نتعلموها. ما نتصورش أنا ماكش باش تتعلم إسبانيول على خاطر صاحبك يحكي بالإسبانيول ولا صاحبك إسبانيولي، ما تكش تتعلم الإنجليزي على خاطر باش نجم تحكي مع صاحبك اللي يحكي انجلي اللي من امريكا، اما ماكش باش تتعلم لونغ دي سيني على خاطر جارك، خاطر ينجم يكون جارك، ينجم يكون واحد يقرا معاك، ينجم يكون ملاخ الحومه هو سوغ ويحكي كان باللونغ دي سيني تونيزيان. انا برشا قالوا لي راك منال تحلم برشا، ماكش باش تبدل سيستيم، ماكش فما برشا عباد ما تخممش هكا. صحيح انا نحلم، اما اذا كان نحبوا ننهضوا ببلادنا ما نجموش نقصيو فئه اللي هي اكثر من 60,000 من تونس. هذاك علاش انا نقول لكم احلموا، اي نعم احلموا وزيدوا احلموا، واذا كان وصلتوا حلمتوا حلمه راكم تنجموا توصلوا لها، اما جوست قرر. ميرسي.